المخابرات. احنا كان بقالنا فتره زي ما بدانا في الحوار في اول الحوار زي ما قلت لك القينا الضوء على انا واحد من الناس اللي القيت الضوء على العشوائيات وعلى وتهاجمت شويه وعلى اخره ودلوقتي عندك 6000 مؤسسه خيريه يعني طلعت موجوده صح ولا غلط؟ فالحمد لله ان انا عملت عمل بقول الحمد لله ان انا ومجموعه زمايلي او انا من ضمنهم عملنا عمل بيرجع تاني القيم والمبادئ من خلال حاله حصلت ان ولد اتخطف فجار والصاحب المسلم والمسيحي بتاع القهوه والمنادي بتاع العربيات والفراش اللي في المكتب والسكرتيره وكل الناس بتاع احنا كنا فاقدين المشاعر دي من زمان. يعني المسلسل ده احنا عاملينه بلا توجيه وبلا اجبار، احنا عاملين حاجه بتتكلم على البشر على فكره ما ده واقع على فكره. ما انا عايز اصحاب المسيحي على فكره. بس ده بعد رساله السيسي. انا بدات التصوير قبل رساله سياده الرئيس ده. انا وانا ضحكت لو خدت بالك انا بقى في وزاره الشباب بعد كده انا ضحكت. فلما خرجت بيسالوني ضحكت لهم عشان المسلسل هينزل هيقول عملت ايه؟ بس هو الحقيقه ان انا بادئ المسلسل من قبل سياده الرئيس بيقول لي كده بثلاث اسابيع. فضلت اقوى موقع فني في مصر.